ثابت. حنا الان كتواجدوا في المنطقه ديال بوكانا، كنشاركوا دورنا في واحد المشروع كبير في مارتشيكا اللي كنشرف عليه مؤسسه محمد السادس للبيئه مع بالشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه. كنشوفوا هنايا مجموعه ديال التلاميذ ديال المؤسسه ديال التعليم ديال اقليم الناظور. كتشوفوا ايضا هنا واحد الباطو اللي كبير اللي المهمه ديالو انه غادي كينزل او كيزرع الشعاب الصناعيه اللي غادي تحيي التنوع البيولوجي في المنطقه. هذا مشروع يعني من المشاريع الاولى في المغرب، يمكن اول مشروع في المغرب ديال زرع الشعاب الصناعيه، ومهم جدا اننا جينا شفنا الطريقه كيفاش كيشرفوا عليها اجانب فرنسويين هما اللي كيشرفوا على المشروع هذا، وجينا وشفنا يعني الطريقه كيفاش غادي يحاولوا يزرعوهم وكيفاش ان يعني غادي يحيوا هذه البيئه في المنطقه. ثانيا اللي اساسي هنا انهم غادي يحاولوا كل مؤسسه تعليميه انها يكون عندها واحد الشعب الصناعي ديالها خاص اللي غادي مره غادي يبقاو يجيو يراقبوا ويشوفوا يعني فين تطورت هذه الحياه البيئيه في المنطقه ديال مارتشيكا. كنظن انه مشروع جيد ونتمنى ان تكرر مثل هذه يعني المبادرات وهذا النشاط. وشكرا.